السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في حلقه جديده. كما طلبتوا مني او كما سولتكم في الحلقه اللي درتها قبل جوج حلقات دابا، وهضرت لكم فيها على التليفونات اللي مزيانين في الالعاب والثمن ديالهم ما بين 2500 درهم حتى 3000 درهم. وعجبتكم هذه الحلقه، وبزاف منكم في التعليقات طلبوا مني انني ندير هذه الحلقه هذه ونهضروا فيها على التليفونات اللي مزيانين في الالعاب ما بين 1500 درهم و 2000 درهم. طبيعه الحال انا هنايا خصني ندير داكشي اللي كتبغيو نتوما وداكشي اللي كطلبوا مني، هذا حاجه طبيعيه. وحتى انا كنطلب منكم ديروا لايك للفيديو وشاركوا القناه مع اصحابكم وتابعوني في الانستغرام. ولا ما نطول عليكم كثر، يلا نشوفوا هاد التليفونات اللي نتمنى نكون توفقت فيهم، حيت كما كتعرفوا هذه في ارا فيها التليفونات متقاربين بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا. اول تليفون معنا في هذا الفيديو ريلمي 5 ب 3 جيجا في الرام و 64 في الميموار، الثمن ديالو 1600 1700 درهم تقريبا. كما راكم عارفين اللي كيهمنا في هذا الفيديو هو الاداء ديال التليفونات في الالعاب والخفاف في التطبيقات. والريلمي 5 كيجيب معالج سناب دراجون 665 ثماني الانويه، معماريه 11 نانومتر، والاداء ديالو ناضي في التنقل بين التطبيقات، ومعالج الرسوميات والجرافيك ادريانو 610 كيخدم كاع الالعاب المشهوره بحال بابجي وكول اوف داتي الى غير ذلك بكل كفاءه وبدون مشاكل. من غير المعالج اللي في التليفون فيه باتري كبير 5000 ملي امبير، اي خليكم تلعبوا مرتاحين، ماشي كل مره راه شارجي تقريبا يبقى معاكم ديك 10 سوايع شاشه مفتوحه. المشكل هنا هو ملي تبغيو تشارجيو هذا التليفون اي خصكم ليه اكثر من 3 سوايع باش يتشارجا، حيتاش ما كيدعمش الشحن السريع. شاشه في هذا التليفون كبيره، الحجم ديالها 6.5 انش من نوع اي بي اس ال سي دي، ماشي فول اتش دي، غير اتش دي بلس، غير اتش دي بلس ماشي فول اتش دي. الكاميرات فيها 4 ديال العدسات في الخلف، الاساسيه فيهم 12 ميجا بيكسل، والتصاور ديالو على العموم في الاضاءه مزيانين. وندوزو لثاني تليفون معنا في هذا الفيديو هو سامسونج ام 20 ب 3 جيجا في الرام 32 في الميموار، الثمن ديالو 1700 درهم. الام 20 فيه معالج سامسونج اكسينوس 7904، الاداء ديالو مزيان ومعه معالج رسومي مالي جي 71، والاداء ديالو في الالعاب ممتاز، بابجي، فري فاير وكاع الالعاب المشهوره. وتاهو فيه باتري بسعه كبيره 5000 ملي امبير، وما كيدعمش الشحن السريع، ولكن فيه منفذ الشحن من نوع سي. الباتري واخا كبير وما كيدعمش الشحن السريع كيتشارجا في ساعتين تقريبا، ماشي بحال الريلمي 5. شاشه في التليفون من نوع اي بي اس ال سي دي، الحجم ديالها 6.3 انش فول اتش دي بلس، وحتى الشاشه هنا احسن من الشاشه اللي في الريلمي 5. الكاميرا الخلفيه بجوج عدسات، وحده 13 ميجا بيكسل والاخرى 5 ميجا بيكسل، والاداء ديالهم متوسط. ثالث تليفون في هذا الفيديو ريدمي نوت 7، الثمن ديالو 1700 درهم تقريبا. كيجيب معالج سناب دراجون 660 ومعالج رسومي ادرينو 512، والاداء ديالو ناضي في الالعاب والخفه والتنقل بين التطبيقات. وراكم عارفين هذا التليفون عنده سمعه مزيانه في السوق وداير بلاصتو، وبزاف ديال الناس كيشكروه. فبجي كنخدم في هذا التليفون باعلى اعدادات جرافيك وبلا مشاكل. شاشه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي 6.3 انش، وتا هي فول اتش دي بلس بحال اللي شفنا في الام 20، وبكثافه بيكسلات 409 بيكسل في كل انش. الالوان فيها ناضيه. الباتري فيه بسعه 4000 ملي امبير، تاهو فيه منفذ تايب سي كيتشارجا في ساعتين تقريبا. والكاميرات اللي في هاد التليفون ناضيين، والاداء ديالهم من احسن ما كاين في هاد الفئه وبهذا الثمن. فيه جوج عدسات في الكاميرا ديال الخلف، الاساسيه 48 ميجا بيكسل، وكما قلت لكم الاداء ممتاز في هاد الفئه وبهذا الثمن. والهاتف الرابع في هاد الفيديو شاومي مي 8 لايت، الثمن ديالو 1750 1800 درهم تقريبا. هاد التليفون تاهو من افضل التليفونات في الالعاب في هاد الفئه السعريه، وخا نزل السوق في 2018 تقريبا. المهم تليفون فيه معالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 660 ومعالج رسومي ادريون 512، وحتى هو فيه الاداء ناضي وخفيف سواء في الاستخدام اليومي بحال التنقل بين التطبيقات وداكشي، وحتى في تشغيل الالعاب كيشغل الالعاب بكثافه عاليه بحال بابجي كول اوف داتي، المهم كاع الالعاب المشهوره. العيب ديال هذا التليفون الباتري فيه صغير مقارنه مع كاملين هاد التليفونات اللي دويت عليهم في هذا الفيديو. الباتري اللي فيه بسعه 3350 ميلي امبير، كيدعم الشحن سريع، وفيه منفذ تايب سي. تا هو الشاشه اللي فيه من نوع اي بي اس ال سي دي 6.26 انش فول اتش دي بلس، والكاميرا اللي فيه الاداء ديالهم مزيان وكيصور الفيديو بدقه 4K. التليفون الخامس قبل الاخير هواوي الواي 9 2019. الواي 9 فيه معالج هواوي كيرين 710، في المهام اليوميه والاستخدام العادي والتنقل بين التطبيقات وداكشي ما غاديش تلقاو مشكل، الاداء ممتاز، وحتى المعالج ديال الرسوميات مالي جي 51 كيخدم كاع الالعاب
تقريبا بلا مشاكل في هذه الفئه هذه ومقارنه مع التليفونات اللي بهذا الثمن، وحتى هو من افضل التليفونات في هذه الفئه السعريه في تشغيل الالعاب. هذا التليفون فيه شاشه فول اتش دي بلس، الحجم ديالها 6.5 انش، الباتري فيه حتى هو بسعه 4000 ملي امبير، وما فيهش منفذ تايب سي، والكاميرات الاداء ديالهم مقبول. واخر تليفون معنا في هذا الفيديو هو ريدمي نوت 8، 4 في الرام 64 في الميموار، ثمن ديالو 1800 درهم تقريبا. ريدمي نوت 8 كيجي بمعالج سناب دراجون 665 ومعالج رسومي ادرينو 610. اداء ديال هذا التليفون في الالعاب والخفاء والتنقل بين التطبيقات ممتاز، وتقريبا نفس الاداء ديال النوت 7. الباتري فيه بسعه 4000 ملي امبير، وكيدعم الشحن السريع 18 واط. الشاشه نفسها هي اللي في ريدمي نوت 7، الحجم ديالها 6.3 انش فول اتش دي بلس. الكاميرا الخلفيه بربعه ديال العدسات، الاساسيه فيهم 48 ميجا بيكسل، ولا قارنا مع النوت 7 من ناحيه الكاميرات زادوا فيه هنا جوج ديال العدسات، وحده فيهم كتصور الترا وايد وكيصور الفيديو بدقه 4K. والتليفونات كاملين متقاربين في الاداء ديالهم بزاف، متفاوتين غير شويه بحال الباتري ولا الكاميرا، وهذا الشيء ما دخلناش في التفاصيل ديالو حيت حنا في هذا الفيديو هضرنا عليهم من ناحيه الالعاب، داكشي علاش ما بغيتش ندخل في التفاصيل الاخرى. يمكن لكم تختاروا اي تليفون بغيتوا في هادو، حساب يعني الفلوس اللي غتخلصوا، حساب الثمن ديال كل تليفون، وحساب الامكانيات الاخرين. يمكن لكم تشوفوا فيديوهات اخرى ليهم، ولا بغيتوني ندير لكم مراجعه لشي واحد كامله نديرها ليه ماشي مشكل. المهم انا باش ما نطول الفيديو ما ذكرش لكم كاملين التفاصيل اللي كاملين، احنا كما قلت لكم من قبل هما الالعاب. نتمنى نفيد لكم خوتي في هذا الفيديو كما هي العاده، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتركوا في القناه الى مازال ما مشتركين، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.